الى فقره نجم المباراه. اعزائي المشاهدين، دائما وابدا نجم المباراه بيكون من الفريق الفائز. هل هذه المره اختلفت الرؤى لدى ضيوف الاعزاء؟ كابتن اسماعيل يوسف، مين نجم المباراه من وجهه نظر حضرتك؟ المحله يعني في اكتر من لعيب يعني، نعم. لكن انا بختار عبده يحيى. عبده يحيى كان مؤثر جدا، بدا في ولعب في الثلاث خطوط، نعم، لعب ناحيه الشمال ولعب ناحيه اليمين ولعب سنتر فيرود، احرز هدف وتسبب في الهدف الثاني. وتسبب في الهدف الثاني، فانا اعتقد ان هو نجم المباراه بجداره يعني. ده الهدف الثاني، لكن الهدف الاول هو اللي سجله عبده، هيجي لنا بعد شويه. نروح للكابتن وليد صلاح الدين، نجم المباراه من وجهه نظر حضرتك. بتفق مع الكابتن اسماعيل يوسف ان عبده يحيى واحده من احلى مبارياته، بيلعب ضد النادي الاهلي، فالمساله صعبه جدا، ولكن هو اشتغل دي كويس قوي. اي لعيب عادي هيشوط مره واحده، مظبوط، لكن هو هوش، والتهويشه جت مع ياسر ابراهيم انه افتكر انه هيلعبها مره واحده، فوقف على الكوره. وبعدين اختيار سن الجزمه بعد كده اختيار موفق جدا، نعم، لان المساحه بقت ضيقه جدا، فهي الحاجه الوحيده اللي تعديها سن الجزمه، نعم، فاشتغلها بشكل كويس. هو لعيب حريف، بص هنا خلاص مفيش اي اختيار انه يعمل حاجه تانية غير كده. قفشه غلط طبعا انه ساب زاويه التمرير، مش مدافع. عبده يحيى هو نجم المباراه. كابتن عماد، طبعا بتفق مع كابتن اسماعيل وكابتن وليد. عبده يحيى نجم المباراه، ادى مباراه جيده جدا، سجل هدف وصنع الثاني. لعيب امكانياته جيده، لعيب عنده امكانيات عاليه، لعيب واثق من نفسه، فعلى ما اعتقد ان هو الافضل في فريق غزل المحله. ومن وجهه نظري ديانج في النادي الاهلي، نعم. ديانج عمل مباراه كبيره جدا، مجهود كبير جدا، استخلاص لكره اكتر من مره بشكل مميز. فعبده يحيى وديانج هم نجوم اللقاء. إذن عبده يحيى هو نجم اللقاء بإجماع آراء ضيوفي الأفاضل، والحقيقة يستحق. هنراجع أرقامه مرة تانية، هنلاقي أن أرقامه تستحق أن يكون نجم المباراة. صحيح دايما من الفريق الفائز بيكون نجم المباراة، لكن الحقيقة النهاردة ما قدمه عبده يحيى وأنه أعاد فريقه للمباراة بدلا من المرة مرتين، وجوده داخل منطقة الجزاء تشكيل خطورة دائما وأبدا على مدافعي النادي الأهلي وعلى حارس مرماهم، تسبب في هدف أو سجل هدف وتسبب في هدف، لكن المباراة بإجمالها كانت رائعة. يمكن بتفق كمان مع الكابتن عماد متعب أن أليو ديانج كان أحد نجوم اللقاء، لكن عبده يحيى هو نجم اللقاء الأول.